بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ من مدينة عنابة من الجزائر. اليوم 7 جويلية 2021، رسالة لجميع المتابعين، لجميع اللي تبعوني ولا اللي شاهدوني، جرعة تفاؤل، جرعة محبة، جرعة طاقة إيجابية نعطيها لكم على الصباح اليوم السبت. صحيح، هناك كثير من الرسائل اللي وردتني على الصفحة تطلب مني أني نخرج ونتكلم على الوباء. أنا لا أستطيع أن أتكلم على الوباء الآن، ومش راح نزيد نتكلم على الوباء، ولكن نقدر نعطيكم طاقة إيجابية اللي عندي الحمد لله. نقدر نعطيكم جرعة تفاؤل، ما تخافوش. شوفوا يا ناس، اسمعوا جيدا، التفاؤل لا يعني أنك لا تمرض، التفاؤل لا يعني أنك لا تبكي، التفاؤل لا يعني أنك لن تموت، التفاؤل يعني أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره، أن تكون متفائلا، أن تكون مبتسما، وتكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. افهموا يا ناس، الإنسان في الدنيا هذه راه معرض للابتلاءات. كي يبتليك الله سبحانه وتعالى راه خير لك، كي يبتليك راه خير لك. يعني لو أصبت بمرض راه خير لك، لا تجزع، لا تجزع، أحسن الظن بالله فقط، أحسن الظن بالله. والله ديو الجرعة هذه من عندي، ديو دائما ترونني مبتسما متفائلا والحمد لله رب العالمين. نعطيكم هذه الجرعة باه لجميع، يعني حتى الامهات اللي واللي خايفين واللي عندهم امراض مزمنه واللي خايفين، والله لا تخافوا، لا تخافوا، توكلوا على الله، احسنوا الظن بالله وما تخافوش. كاين حتى حاجه تخوف ما دام الله سبحانه وتعالى عملكم باللي الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الام على اولادها. ربي الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الأم على أولادها، ولا تخاف. لماذا تخاف؟ توكلوا على الله سبحانه وتعالى. نصيحة في آخر هذه الكلمة، شوف، اللي يقدر يعمل الصلاة على الرسول 100 مرة، الاستغفار 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، صدقوني يلقى أشياء عجيبة عجيبة. لازموها على الأقل مرة في اليوم، تلقاو ما شاء الله. ما تخافوش، انا الدكتور عياد عبد الحفيظ، السلام عليكم.